on with you, Mishayma Munir. Welcome everyone. النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن النونز الأسماء. إيه حكاية النونز؟ هي النونز are words we use to name. الأسماء هي الكلمات اللي نستخدمها لذكر. لذكر إيه؟ إيه الأسماء دي؟ ممكن تيجي مثلا في شكل people, أشخاص. يعني ممكن أقول man. Man ده noun, اسم. Okay, man. رجل man. ممكن برضو noun يبقى girl, بنت. برضو ده noun, اسم, girl. okay. ممكن كمان النونز تيجي في صورة things, أشياء. اللي هي الأشياء بقى اللي هي الغير عاقل, مثلا زي cake, كيكة, cake, cake. okay. أو تيجي مثلا في صورة pencil, قلم رصاص, pencil. أو ممكن pen, cat, dog. كل دي nouns. okay. ممكن كمان النونز يجي في شكل places, أماكن. places زي مثلا okay school, مدرسة. أو ممكن hospital, مستشفى. أو house, منزل. house, house. okay. كمان ممكن نيجي nouns على feelings. إزاي ال feelings هي مش adjective؟ لأ, ممكن مثلا أقول anger. شايفين anger اللي هو الغضب نفسه, anger the noun. أو أقول happiness, سعادة أو بهجة, happiness. okay. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة, سهل جدا وبسيط. استنوني في part 2 للنونز, هنعرف حاجات حلوة كتير قوي. thanks for watching and see you soon. bye. thanks for watching and see you soon. bye.